السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. انا بس بسال على حاجه تبع والدتي. يعني هي كانت ايام الجامعه كانت ما صامتش ايام معينه، وهي مش فاكره هي قد ايه. وحاليا هي بقى لها 6 سنين بتصوم رمضان عادي وبتصوم النوافل بتاعته. يعني تركت الصلاه، تركت الصلاه. صيام. تركت الصيام، عليها الإعادة لزاما بالإجماع. طب دلوقتي هي بتعيد دلوقتي فعلا، بقالها 6 سنين بتصوم النوافل كمان معاها، اللي هي 6 أيام البيض والصيام عرفة والأيام دي كلها، تفضل أنت بتصوم بقى الأيام دي، هي مش فاكرة قد إيه. بالتقريب بالتقريب يا حبيبي. بالتقريب؟ أي نعم. طب هي بقالها 6 سنين دلوقتي بتصوم، هل كده يعتبر كافي ولا؟ نعم. 3 سنين بتصوم النوافل مع رمضان. لا، تنوي الآن القضاء اللي عليها الفرائض. نعم. تنوي بصيامها قضاء الفرائض التي تركتها. توجه النية فيما هو آتي. ما هي بقالها 6 سنين بتعمل كده، هل ده كافي ولا تكمل ولا تتوقف؟ تكمل، لا تكمل، مأجور على كل حال إن شاء الله.